إخوتنا الكرام، تذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. أخي أختي، تابعوا بقية الشرح في الشريط الآتي. الشريط الثالث. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف، في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة، في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر صفر 1428 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، سائلين المولى القدير أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، اجتماع إفادة واستفادة، اجتماع تعليم وتعلم، اجتماع إرشاد وتوجيه، سائلين المولى القدير أن تغمرنا النفحات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. من فضله سبحانه علينا أن شرع التكفير واليمين، فحالف عن فعل شيء فيرى سواه خيرا فله يكفرا. لا تجعل اليمين شيئا مانعا عن فعل ما تكون فيه طائعا، يجزيك أن تكفرن عنها وتحرز الثواب أيضا منها. ثلاث كفارات في الكتاب، تاركها يهلك بالعقاب: كفارة اليمين باسم الباري، والقتل فيما جاء والظهار. وجاء في كفارة الصيام مؤثرا عن سيد الأنام قول صحيح غير أن لم يشتهر: فلا هلاك فيه كالذي شهر. وقيست الصلاة في ذا الحكم على الصيام عند أهل العلم. من ثم كان الصوم عن ثقات آكد من كفارة الصلاة، وهو مخير لدى الأحكام في العتق والصيام والإطعام. وقيل إن العتق فيها أولى، وأول القولين عندي أعلى. والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فعلما، وما لقاتل هنا يطعام، لكنه القتل، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن رقبة يصوم شهرين لما قد ركبه. وتلزم المخطئ دون العمد، فالعمد فيه قود للحد. وقاتل العبد عليه غرمه فقط، والتكفير لا يلزمه. وقيل عن عزان نجل الصقر بأنه التكفير فيه يجري. وما على من قتل الذمية كفارة إذ لم يكن تقيا.
كذاك لا تخير في الظهار، كذاك لا تخير في الظهار، فالعتق أولا فلا تماري، فالصوم فالإطعام إن لم يستطع صوما فهذا حكمه الذي شرع. والأصل في كفارة الأيمان مرسلها المذكور في القرآن، وألحقوا بها المغلظات إذ غلظ الناس التأليات. من ثم قد أنكرها أناس إذ لم يكن يثبتها القياس. فالأصل في النزاع هل كمثلها يكون ذا القياس مثل أصلها. وصفة الإرسال تحلفن بالله عن فعل الذي قد عنا، وهو مباح فعله فترغب في فعله، وهو مباح فعله وترغب في فعله، فالحنث فيه يجب. والله قد خير في الإطعام والعتق والكسوة للأنام، إلا الصيام فهو بعد العدم، والصوم يومان ويوم فعلم، والعتق معلوم والعتق معلوم، ومن شاء يطعما فعشرة من أهل فقر يقصدا، وهكذا يكسوهم إن شاء فيعطي كل واحد كساء، أقله للرجل الإزار وهكذا للمرأة الخمار. ومن يشر إطعام غد العشرة قبل الزوال وعشان أثره، أوسط ما يطعمه لأهله من تمره وبره ومثله، ومن دعا المسكين حتى أكلا من الغداء وعن عشاه نكلا، فإنه مقدارها يعطيه من الطعام قدر ما يكفيه. وقال بعض وقعة مادومة تجزيك في بياننا مرسومة، وليس يجزيك الصبي حيث لم يستوف ما يأكله ولو فطم، وجائز بالكيل يعطى بعدما يفطم يعطى قوته متمما، أو تدفعن نصف صاع البر لكل فرد منهم للفقر، وزد ربيع الصاع إن دفعت من الحبوب ذرة أو سلتا، وثلث الصاع من الأرز لكل واحد يقال يجزي، وإن دفعت الدهن فادفعن صاعا لكل واحد معنى، وإن تشاء فقومن البر وادفع بها من الحبوب طرا. وليس يجزي دفع نفس القيمة، وقيل فيه رخصة مرسومة. وامرأة الفقير تعطى منها، فما زواجه بمغن عنها، وامرأة الغني ليس تعطى لأن حقها عليه خطى، وجائز تعطى الفقيرة في السفر حتى ولو كان غنيا في الحضر، وإن يكن أوصى بها فتؤخذ من ثلث المال وهو المنفذ، وقيل بل من أصله وذاني في كل حق كان للمنان. ومن يقول مهما سكنت يثربا، أو زرت عمرا أو هجرت قطربا، فإنه من ساكن النيران، أو إنه من عابد الأوثان، أو كافر بالله أو بالرسل أو بالقرآن المحكم المنزل، وكل ما قد أوجب العذاب لمن أتاه وبه يصاب، تلزمه كفارة المغلبة إذ قال قولا فاحشا وغلبة. وقائل إن الإله خصمه، فإنما تغليظه يلزمه، والمقت والتقبيح إن آلى به، واللعن والخزي له من ربه، أو غضب الله عليه إن فعل، أو عاهد الله فخان ونكل، أو كان في قطع الحقوق آلى، تغليبه صار له مآلا. كذاك قيل لاعن البهائم مغلب، وقيل غير لازم، وقيل ما على العهود ما بها مغلب إذ قد مهما أتى العبد بها، وقيل ما على العهود ما بها مغلب مهما أتى العبد بها، وحالف بحجج كثيرة فعاقه عن فعلها الضرورة، قيل عليه فعلها لزوما،
وقيل بل يجزيه أن يصوم يصوم شهرين لكل واحدة لو بلغت من الألوف الزائدة، وقيل للجميع شهران فقط، وقيل بل ثلاثة، وقيل بل صوم ثلاث يشترط. وقال بعض إنه يتوب وما عليه بعدها وجوب، وهذه مسألة مستورة تبذل للتائب من ضرورة. وما لصائم هنا إفطار، وإن يكن ألياه الإضطرار، لأنها عقوبة المغلظة تناسب التشديد حين غلظة. ويجزه الإطعام مهما شاء، أو شاء الإعتاق أو الإعطاء، وصائم أربعة تماما عن اليمينين فلا ملام. وبعضهم قد قال حتى يفصلا بنية بينهما ويعزلا. ومن عليه عشر كفارات جميعها تكون مرسلات، قيل له أن يعقد الصيام عنهن شهرا كله تماما. وهكذا يجوز أن يفرق صيامها أو يطعما أو يعتقا، كل ثلاثة من الأيام على حيالها من كل ثلاثة من الأيام على حيالها من الصيام، ولا يفرق الثلاثة أبدا كي لا يكون أهمل التعددا. والله يغفر الذنوب مطلقا لنا وللإخوان ممن اتقى. نعم. باب في الكفارات، العنوان باب في الكفارات. وكما علمتم أن هذا الباب هو آخر باب، آخر أبواب الجزء الأول. هذا الباب هو خاتمة الجزء الأول من جوهر النظام في الأديان والأحكام. هذا الباب هو خاتمة الجزء الأول من جوهر النظام، شرعنا فيه في الدروس الماضية. ذكرنا الكفارات، تعريف الكفارة، وعدد الكفارات التي ذكرها الناظم في هذا الباب، وأن هناك كفارات حددها الشارع غير هذه الكفارات، ووقفنا في كفارة الصوم والصلاة، وشرعنا في هذه الكفارة. وقفنا عند قول الناظم والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فقط. قد عرفتم أن بعض هذه الكفارات ثبت لزومها من الكتاب، وبعضها من السنة، وبعضها من القياس، يرحمك الله. فما هي الكفارة التي ثبتت بالقياس؟ أين؟ فضل الله. كفارة الصلاة. كفارة الصلاة ثبتت بالقياس. قياسا على أي شيء؟ قياسا على كفارة الصلاة. على كفارة الصلاة. أين؟ تحفظ عبارة الإمام نور الدين في هذا الموضوع؟ فضل. وهو واضح. لا لا. على أنها ثبتت بالقياس ما تحفظ. من يحفظ؟ نعم. من غير؟ نعم. محد منها؟ نعم. غير عبد الله بن عامر؟ كيف؟ أنت مع كيف تعطيتنا من القياس المقياس؟ نعم. فضل أبو عزم. وليس في قول الإمام نور الدين السالمي وليس في كفارة الصلاة نص غير أنها مقيسة على كفارة الصيام. أحسنت. في كتاب ذكر هذه العبارة. أقول في كتاب ذكر هذه العبارة. ما تعرف؟ نحن أعطيناكم الكتاب وأعطيناكم الجزء وأعطيناكم الصفحة. من يذكر؟ نعم. نعم تفضل. الكتاب معارج الآمال الجزء الثامن عشر الصفحة 218. 218. شكرا. أحسنت. أحسنت. نعم. القطب أيضا عبارة في هذا الموضوع.
ما يذكر ذكر بعض القطب من غير اثنان ما شاء الله. فضل ابو داود. قال القطب رحمه الله في شرح النيل الجزء الرابع صفحة 369 وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق. أحسنت. وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق. طيب، ذكرنا معه الكفارة، كفارة الصوم والصلاة. ايش هي كفارة الصوم والصلاة؟ مغلظة ولا مرسلة؟ نعم مغلظة. على التخير ولا على الترتيب؟ خلاف. ايش قيل؟ قيل على الترتيب. نعم. وقيل على التخير. نعم. ايش معنى الترتيب ومعنى التخير؟ بالترتيب. نعم. اول شيء عتق رقبة. نعم. صوم شهرين، فمن لم يجد صيام. نعم. شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. صيام شهرين فقط متتابعين. نعم. وعلى التخير على ما شاء من ذلك، إذا أراد عتق أو صيام شهرين متتابعين. نعم. أو إطعام 60 مسكين. نعم. وقيل طيب أحسنت، شكرا. ايش قيل؟ نعم تفضل. في قول ثالثة. التفصيل. نعم. إذا انتهك حرمة رمضان بشرب أو أكل فإنه على التخير، وإذا انتهك حرمة رمضان في جماع فعلى التخير. أحسنت، شكرا. في تحفة الحديث استدل به القائلون بأن كفارة الصوم على الترتيب. تحفة الحديث ما تحفة. من يحفظ الحديث؟ نعم. عدنان أبو داود من غير تحفظه؟ نعم تفضل. عن أبي هريرة قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار في رمضان. قال فهل تستطيع؟ قال هل تستطيع؟ قال هل تجد؟ قال هل تجد أن ما هل تجد أن تطعم ما تطعم به؟ قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال فقال ما بين لابتيها فقال قال أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فتصدق به لأهلك. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. من رواه؟ مسلم. أحسنت، شكرا. نعم. من منكم ذكر الحديث الذي استدل به القائلون بالتخير؟ نعم. انت تفضل. عن ابي هريرة قال افطر في رمضان رجل على عهد أفطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. شكرا، أحسن، شكرا. طيب، نعم. هل ناظم ذكر الخلاف ولا ما ذكر الخلاف؟ نعم، ذكر الخلاف في المسألة هل الترتيب والتخير. نعم. طيب أي القولين أيد؟ نعم. طب بأن على التخير. على التخير. طيب إيش قال إنما ذكر؟ قال وقيست الصلاة في ذي الحكم على الصيام عند أهل العلم. لا، في هل على الترتيب ولا التخير؟ نعم. أنت هناك من ذاك؟ من ذاك؟ غيره؟ تفضل ابراهيم. وهو مخير لدى الاحكام. نعم.
الطعام والصيام، فقيل إن العتق فيها أولى، وأول القولين عندي أعلى. أعلى، أحسنت، شكرا. طيب، عرفتم من كفارة الصوم، من تجب الكفارة، من كفارة الصوم تجب على من انتهك حرمة رمضان، على من انتهك حرمة رمضان. من فلو مثل الإنسان مثل كان صائم نفلا ست من شوال أو أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم الاثنين أو الخميس وأفطر متعمدا، هل تلزمه الكفارة؟ نعم، لا، ما تلزمه الكفارة لأنه صوم نفل. كذلك أيضا في من صام قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ في من صام قضاء رمضان وأفطر مثلا عليه ثلاثة أيام، صام اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، على كل حال أفطر متعمدا بجماع أو بأكل أو شرب، هل عليه الكفارة؟ لم عليه الكفارة. من بعض العلماء قال عليه أن يستأنف في الصوم، وبعضهم قال عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ذلك اليوم. كذلك صائم الكفارة أيضا، صائم الكفارة إذا أفطر متعمدا، إذا صائم الكفارة ما صائم ثلاثة أيام في الكفارة المرسلة إذا لم يستطع العتق أو الإطعام والكسوة، صام ثلاثة أيام وأفطر في اليوم الثالث متعمدا، هل عليه الكفارة؟ لا، إيش عليه؟ عليه يستأنف الصوم، أن لابد أن تكون تلك الأيام متتابعة. وكذلك أيضا في من عليه كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الصوم، صام شهرين متتابعين قبل أن يكمل الشهرين أفطر متعمدا، إيش لزمه؟ تلزمه الكفارة؟ لا، إيش لزمه؟ يلزم الاستئناف، أن يستأنف الصوم. هذا فهمتم الآن؟ هذه الكفارة الصوم تجب على من أفطر متعمدا، على من انتهك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع. طيب، كفارة الصلاة كذلك تجب على من تركها أو ترك شرطا من شروطها أو ترك ركنا من أركانها متعمدا من غير عذر شرعي حتى خرج وقتها. واضحة؟ نعم. وهكذا قلنا انتهك حرمة رمضان أيضا بأكل أو شرب أو جماع من غير عذر، ما شاء الله هناك من غير عذر شرعي. وذكرنا لك مثلا كيف العذر الشرعي، الخطأ والنسيان والسفر والمرض والحيض إلى غير ذلك والنفاس. أخوك طيب زين، كفارة الصلاة مر معكم أنتم تفريعات من أن من فعل كذا وكذا فعليه الكفارة، مر معكم في مواضع متعددة كفارة الصلاة. وعلى كل حال لا يخفى عليكم أن ذلك تفريع على ميش؟ على القول بلزوم الكفارة في ترك الصلاة. هل تذكرون شيء مسائل مرت عليكم وأن فيها الكفارة؟ نعم، إيش؟ في من دخل عليه وقت الصلاة فلم يصلي إلى أن خرج وقت الصلاة. لا، يعني هل مر عليكم في الجوهر في الدروس الماضية في الجوهر؟ يعني هل مر عليكم شيء من هذا القبيل؟ مرات عندكم مسائل متعددة، منها في التيمم، وقال وضاق وقته فمن صلى بلا تيمم فألزمنه البدل وهكذا عليه أن يكفر إن ترك الوقت إلى أن غبر. هذا وضاق وقته فمن صلى بلا تيمم فألزمنه البدل وهكذا عليه أن يكفر إن ترك الوقت إلى أن غبر. هذا إيش؟ بناء على القول بإيش؟ بلزوم الكفارة. طيب، وكذلك مر عليكم في نواقض الصلاة، وقيل إن لم يقصد المصلي
تارية الفرض بذاك الفعل عليه أن يكفرا ويبدلا، وقيل يجزيه المتاب مثلا. وكذلك مر عليكم أيضا في الوتر، وكل من فوته بالعمد عليه تكفير أخي التعدي، وذاك مبني على الوجوب وهو مقال لفتاة محبوبي. مر عليكم في مواضع متعددة، هذا كله بناء على إيش؟ على القول بلزوم الكفارة، قياسا على إيش؟ على كفارة الصوم. ما كذاك؟ طيب نعم، وسيأتي مزيد، سيأتي الكلام مزيد إن شاء الله في الفوائد التي سنختم بها الباب. زين، شرعنا في هذه المسألة، والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فعلما، والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فعلما. فهناك من هذه المسألة قلنا أن هذه المسألة مبنية على القول بالتخير مع القول بالترتيب، ما كذلك؟ إيش هذه المسألة؟ من منكم تصور هذه المسألة؟ نعم. طيناكم بيها وطيناكم لها أمثلة. من أنت؟ من غير هناك؟ نعم، أحمد. أحمد، تفضل عبد الله، كانت مصخ زين، تفضل. إنسان يصوم يوم يطعم يوم ويفطر يوم ثاني، مثلا يصوم 15 يوم ثم يطعم 15 يوم ثاني، ماذا يقول صاحب المصاهر؟ من هل له أن يطعم أن يصوم بعض الأيام ويطعم عن بعض الأيام؟ كذاك سؤال. هل له أن يصوم بعض الأيام من كفارة الصوم والصلاة؟ هذا هل له أن يصوم بعض الأيام ويطعم عن بعض الأيام؟ هذا السؤال، هل يجوز؟ خلاف. نعم، حسنت، شكرا. سواء كان مثلا صام أيام متوالية وأطعم عن أيام متوالية، أو صام أيام متفرقة وأطعم عن أيام متفرقة. وأنا صام أيام متوالية، مثلا لو صام 40 يوما ثم إيش أطعم عن أيام متوالية، أطعم عن كم؟ عن 20 يوما. أو صام مثلا 30 يوما ثم أطعم عن كم؟ عن 30 يوما. أو قدم مثلا إطعام مثلا أطعم عن 20 يوما، ها، وقال سأصوم الباقي، صام كم؟ 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 40 يوما. وكذلك أيضا لو فرق الإطعام وفرق الصوم، صام 5 أيام وأطعم عن 5 أيام، ثم صام 10 أيام، ها، ثم أطعم عن 10 أيام، ها، كم عدد؟ 30، ها، ثم صام 15 يوما وأطعم عن 15 يوما، كم صار؟ سهل، تمام. طيب، ذكرنا لكم مثلا هناك إذا كان الصائم الكفارة، إذا كان صائما وأراد أن يطعم في بعض الأيام، كيف يطعم؟ متى يطعم؟ نعم نعم نعم. وين عيسى اليوم؟ وين عبد الله موسى؟ فضل قبل الفجر، هذا يشترط أن يطعم قبل الفجر. إذا أراد أن يصبح مفطرا ويأتي بالإطعام يطعم متى؟ قبل الفجر. هل هناك قول بأن له أن يصبح ويطعم على أنه يصبح مفطرا ويطعم بعد الفجر؟ ينوي الإفطار وينوي الإطعام، ينوي أنه سيطعم عن هذا اليوم ويصبح مفطرا، فإذا نوى ذلك بعض العلماء قال لا بأس عليه، وبعض يقول لابد من يكون إطعامه قبل الفجر، يصبح يطلع على الفجر وقد إيش وقد أطعم عن ذلك اليوم الذي يريد الإفطار فيه. واضحة؟ طيب نعم. والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فعلما، هذا الآن في أي كفارة من الكفارات؟ في كفارة اليمين، المسألة هذه خاصة في كفارة اليمين؟ لا. في كفارة القتل؟ لا. في كفارة الظهار؟ لا. في الكفارة التي أجاز فيها بعض العلماء إيش؟ التخير،
تخير بين العتق والصوم والإطعام، وهذا أيضا مبني على القول بالتخير. أما بيقول من قال بالترتيب ما دام يستطيع الصوم فعليه أن يصوم كم؟ شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. طيب، والاختلاف هل له أن يطعم يوما وأن يصوم يوما فعلاً، وما لقاتل هنا إطعام. هنا عاد شرع فيه في ذكر كفارة القتل بعد أن ذكر كفارة الصوم وكفارة الصلاة، شرع في ذكر كفارة القتل، وبعد ذلك سيذكر كفارة الظهار، وبعد ذلك سيذكر كفارة اليمين. إيش قال؟ وما لقاتل هنا إطعام، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن رقبة يصوم شهرين لما قد ركبه. يعني كفارة القتل ليس فيها إطعام، إيش فيها؟ فيها عتق وفيها صوم. كان هل على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ترتيب. شوف النعم، قال وما لقاتل هنا إطعام لكنه القتل أو الصيام. ماذا سيفهم السامع من هذا الكلام؟ عندما قال الشيخ لكنه العتق أو الصيام، ما يفهم، يفهم تخير لأن أتى بأولنا لكنه العتق أو الصيام، ولذلك استدرك بعد ذلك قال لكنه العتق أو الصيام، قال وذاك إن لم يجدن الرقبة، يعني الصوم إن لم يجدن الرقبة، وذاك إن لم يجدن، وذاك إن لم يجدن إيش؟ الرقبة يصوم شهرين لما قد ركبه. فالخلاصة أن كفارة الصوم، أن كفارة القتل إيش؟ العتق، فتحرير رقبة مؤمنة. لو قال قائل كفارة القتل تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هل عنده شيء زل هنا؟ إيش؟ لا بد يقول قال مؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى قيدها بالإيمان، وتحرير رقبة مؤمنة، لا بد تكون مؤمنة موحدة. وعرفتم تحرير الرقبة، إن تخليص الرقبة من إيش؟ من عبودية، يعني يعتق عبد مملوكا، فيصير بذلك العتق حرا، عتق رقبة فتحرير رقبة مؤمنة بشرط تكون إيش؟ موحدة. وبعض العلماء اشترط بأن يكون وليا. نعم، فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. فإذا قال قائل مثلا عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين، شيء عندنا نقص هنا؟ نعم، لابد يقول إيه؟ فليصم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل. طيب الإطعام، ما شيء إطعام، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر إطعام. لكن هل عليه إطعام؟ هل يجزيه الإطعام ولا ما يجزيه؟ إذا لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، ماذا يفعل؟ قالوا ينوي الصوم ويوصي به،
ينوي الصوم ويوصي به. من ينوي أنه متى قدر صام ويوصي به، هذا غاد ما عليه. قال القطب رحمة الله عليه في تيسير التفسير: وإن لم يستطع الصوم فليس عليه إطعام عندنا. هذا الكلام، فليس عليه إطعام عندنا، مثلك ها. وإن لم يستطع الصوم فلا إطعام عليه عندنا، وإن لم يستطع الصوم فلا إطعام عليه عندنا. ثم قال: بقي أنه إذا لم يستطع الصوم نواه وأوصى به أو أخبر عليه، وإن لم يستطع الصوم فلا إطعام عليه عندنا. ثم قال بعد ذلك: بقي أنه إذا لم يستطع الصوم ماذا يفعل؟ نواه وأوصى به أو أخبر عليه. هذا كلام في التيسير. وقال في الهميان: ومن لم يجد العتق ولا الصوم لم يجزه الإطعام لستين مسكينا عندنا وعند غيرنا، وقال قوم من غيرنا يجزيه قياسا على الظهار، وهو مرجوح قولي الشافعي. هذا كلام فيش في الهميان. ما شيخ القطب يقول عندنا أن عندنا لا إطعام عليه، بل لا يجزيه الإطعام. من فرح في الهميان قال: لم يجزه الإطعام عندنا وعند غيرنا، وقال قوم من غيرنا يجزيه قياسا على الظهار. واضح؟ طيب، لو سأل سائل وقال: القاتل ليس من إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم ماذا عليه؟ ما تقول انتوا؟ ينوي الصوم وهيش ماذا؟ ايش عليه؟ ينويه ويوصي به، هذا غدم عليه وليس عليه طعام. نعم. طيب، هل من قول بأن له الإطعام؟ نعم. والعتق في القتل هو المقدم، ولا يصوم فيه إلا المعلم. وليس يجزي الطعم فيه أصلا، وقد وجدت في الجواز قولا. الشيخ المالكي عام الخميس في غاية المرام، سمعت بالبيتين: والعتق في القتل هو المقدم، ولا يصوم فيه إلا المعلم. وليس يجزي الطعم فيه أصلا، وقد وجدت في الجواز قولا. من القول بالإطعام موجود إن لم يستطع الصوم. نعم، نذكر البيتين مرة: والعتق في القتل هو المقدم، ولا يصوم فيه إلا المعلم. وليس يجزي الطعم فيه أصلا، وقد وجدت في الجواز قولا. لمن البيتان؟ الشيخ المالكي عام الخميس في أي كتاب؟ في غاية المرام. نعم. طيب، ايش قال؟ قال: وما لقاتل هنا يطعام، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن رقبة يصوم شهرين بما قد ركبه. كتبتم عبارات الشيخ القطب في التيسير والهميان؟ كتبتموها؟ نعم. طيب، قال: وتلزم المخطئ
أي من هو القاتل الذي تلزمه الكفارة؟ هل كل قاتل؟ أيش قال؟ قال وتلزم المخطئ دون العمد، فالعمد فيه قول في الحد. هذه كفارة القتل تجب على من قتل خطأ. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب بقي المتعمد، هل عليه الكفارة؟ ماذا ذكرنا هنا؟ قال ما عليه كفارة. والمسألة فيها خلاف العلم، بعض العلماء قال عليه الكفارة، فإذا وجبت على من قتل خطأ فالقاتل عمدا يعني من باب أولى تجب عليه الكفارة. مكذاك؟ نعم. وبعض العلماء قال لا، ليس عليه كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالخلود في نار جهنم ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتفيد الكفارة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهؤلاء القائلون بأن المتعمد ليس عليه كفارة لا يرون ثبوت الكفارة بالقياس، وإنما يقصرون فيها على النصوص، ولم يرد نص في كفارة من قتل عمدها. واضحة؟ طيب هل قاتل عمدا عليه الكفارة ولا ما عليه كفارة؟ خلاف العلم. فإذا كان ناظم هنا أن ما عليه كفارة. نعم. فالذين لم يوجبوا عليه الكفارة لم يروا القياس، لم يروا ثبوت الكفارة بالقياس، وإنما يقتصرون فيها على النصوص، ولم يرد نص في كفارة من قتل عمدا. وبعض العلماء قال عليه الكفارة. نعم. فإذا وجبت على من قتل خطأ فالقاتل عمدا من باب أولى تجب عليه الكفارة. طيب حيث ماذا عليه؟ قال عليه القول. قال الشيخ قال وتلزم المخطئ دون العمد، فالعمد فيه قول للحد. هذا المتعمد إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل من قتل، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل ماذا عليه؟ عليه أن يقود نفسه لأولياء المقتول. ما ممكن ما تقبل توبته إلا إيش؟ إلا أن يقود نفسه لأولياء المقتول، يخبرهم بأني قتلت وليكم أباكم أو أخاكم أو عمكم وأنا معكم الآن، تريدون القول فأنا معكم، تريدون القتل أنا معكم، تريدون الدية هذه هي الدية، تريدون العفو فذلك إليكم. هذا خيار مع من؟ مع من؟ مع الأولياء. إذا أرادوا قتله فعليه يمكنهم من قتله، وإذا أرادوا الدية فليدفع لهم الدية، وإذا عفوا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم. طيب إذا عفى بعض الأولياء، مثل هذا المقتول عنده 10 أبناء، 10، قال أحد الأبناء، واحد من الأبناء أنا عفوت، 9 قالوا نحن ما نعم سنقتله. نعم. هل يمكنون من القتل؟ الجواب لا، إذا عفى واحد بس أكلهم الدية، ما ممكن يتجزأ. فمن عفي له من أخيه شيء
شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربك ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. واضحة؟ من قتل عمدا، نعم، عرفتم أن الله سبحانه وتعالى توعده بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، إذا أراد التوبة هل تقبل توبته؟ هذا سؤال. من القاتل من قتل مؤمنا عمدا هل تقبل توبته؟ بعض العلماء قال ما تقبل توبته، ما إلى توبة، لأن الله عز وجل توعده بهذا الوعيد الشديد ولم يذكر التوبة. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، وبعض العلماء قال تقبل توبته، فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه على عباده ورحمته بهم أن فتح لهم باب التوبة وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وإيش الدليل هؤلاء القائلون؟ ما هو دليل القائلين بأن القاتل عمدا له التوبة؟ قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكن عاد بشرط، يعني مع أركان التوبة الندم والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن المعصية والاستغفار، هنا شرط، مو الشرط أن يقود نفسه لأولياء المقتول، فإن عفوا عنه فلهم الأجر والثواب، وإن أرادوا الدية فلينفع لهم الدية، وإن أرادوا قتله فليمكنهم من قتله. وكما عرفتم قلنا لو عفى أحد الأولياء ولو كانوا 20 أو أكثر وعفى واحد منهم فلا يقتل. وإيش الدليل؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، هل للإنسان أن يقتل نفسه؟ نعم، من ذا كثير من الناس عندما يتضجرون من الحياة يصبح واحد منهم شانق نفسه، خانق نفسه، معلق نفسه حبل ولا غير ذلك، ولا ضارب نفسه بندقية، أو يستريح من الحياة، يستريح من الحياة إلى نار جهنم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كيف تستريح أنت من هذه الحياة؟ تستريح من هذه الحياة وتذهب إلى أين؟ هذه حقيقة من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها والانتباه لها، لعل كثير من الناس يظنون بسبب قتلهم أنهم يسيدون راحة بعد ذلك، يتضجرون من هذه الحياة ويصبح واحد خانق نفسه وقاتل نفسه. ومن يقتل المؤمن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم،
كذلك أيضا ينبغي التنبيه والانتباه أن الإنسان إذا وقع معه حادث، حادث سير، ويعني صارت على كل حال وفاة بعض الأشخاص، عليه أن يسأل عن مسألته، لأنه صار سببا للقتل. سواء كان مثلا مات بسبب ذلك الحادث واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر، فمن تلزمه الكفارة عن كل واحد كفارة. حوته كثير من الناس تقع معهم حوادث يهتمون مثلا بما يخص أولياء المقتول من الدية وتخلص منها وغير ذلك، ولكن تجدهم غافلين عن إيش؟ عن الكفارة. تجب الكفارة. فمن مثلا صار عنده حادث وهو السبب في الحادث هذا، فعليه أن يكفر عن كل واحد. مثل لو مثلا مات عنده خمسة أشخاص، كم كفارة عليه؟ كم كفارة؟ خمس كفارات. لو مات معه أربعة كم كفارة عليه؟ أربع كفارات، وهكذا. نعم. طيب، وما لقاتل هنا إطعام، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن الرقبة يصوم شهرين لما قد ركبه. نعم. وتلزم المخطئ دون العمد، فالعمد فيه قواد للحد، عليه أن يقود نفسه لأولياء المقتول. طيب، وقاتل العبد بعد هذه من مسائل إيش؟ من مسائل كفارة القتل. وقاتل العبد عليه غرمه، وقاتل العبد عليه غرمه فقط، والتكفير لا يلزمه. وقاتل العبد عليه غرمه فقط، والتكفير لا يلزمه. وقيل عن عزان نقل الصقر بأنه التكفير فيه يقل. إيش هذه المسألة؟ من قتل عبدا مملوكا، من قتل عبدا مملوكا غير حر، عبدا مملوك، هل عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ الشيخ ذكر هنا قولين. فيش القول الأول؟ أن ما عليه كفارة، وقاتل العبد عليه غرمه فقط، والتكفير لا يلزم، سواء كان العبد عبده أو عبد غيره. من إذا كان مقتول عبد غيره فعليه غرمه فقط وليس عليه كفارة. والقول الثاني الذي حكاه عن من؟ عن عزان بن الصقر. إيش كنيته؟ أبو معاوية، عزان بن الصقر. إن عزان بن الصقر قال عليه الكفارة، سواء كان العبد عبده أو عبد غيره عليه الكفارة. وأبو عبد الله عنده تفصيل. أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ محمد المحبوب. إيش قال أبو عبد الله؟ قال إذا كان العبد عبد غيره فليس عليه كفارة. إيش عليه؟ عليه غرمه. نعم. وإذا كان العبد عبده فعليه الكفارة. كم قول في المسألة؟ ثلاثة أقوال، إطلاقان وتفصيل. نعم. الشيخ ذكر هي ذكر القولين إطلاقين، أن قاتل العبد ليس عليه كفارة. نعم. وحكى عن عزاب بن الصقر بأنه قال عليه الكفارة. مو القول الثالث ذكرناه؟ القول الثالث ذكرناه قول من؟ أبي عبد الله. قال إذا كان العبد عبد غيره فليس عليه كفارة، فليس عليه غرمه. وإذا كان العبد عبد غيره، وإذا كان المقتول عبده فعليه الكفارة. ها عندكم في العبد، في كفارة العبد ثلاث أقوال. واضحة؟ نعم. واضحة المسألة؟ من قتل عبدا مملوكا هل عليه الكفارة؟ نعم. اختلف العلماء في ذلك،
قيل عليه الكفارة سواء كان المقتول عبده أو عبد غيره، وقيل لا كفارة عليه سواء كان المقتول عبده أو عبد غيره، وقيل إذا كان المقتول عبد غيره فلا كفارة عليه وإنما عليه غرمه، وإذا كان المقتول عبده فعليه الكفارة. واضح؟ نعم. القول طيب. قال إيش قال شيخنا؟ قال وقاتل العبد عليه غرمه فقط. إيش معنى غرمه؟ إيش غرم؟ الدية ولا القيمة؟ ها؟ عليه القيمة. والأرش والديات في العبيد يني عليهم فاعتبره بالقيم. فبطل بيت. والأرش والديات في العبيد يني عليهم فاعتبره بالقيم. من عليه قيمته. من بعض العلماء قال عليه قيمته ما لم تتعدى دية الحر. فإذا تعدت دية الحر فلا يزال على دية الحر. وبعض العلماء قال عليه قيمته قلت أو كثرت ولو تعدت دية الحر. مثال ذلك، مثل لو قيل أن دية الحر الآن كم؟ 5,000. وقيمة العبد 8,000 مثلا. هذا الذي قتل هذا العبد وقيمته 8,000 ريال، عليه غرمه لسيده كم يغرم؟ بعض العلماء قال يغرم كم؟ 5، ما يزيد عن 5. وبعض العلماء قال عليه القيمة كم؟ 8,000. واضحة؟ هذا من الروش والديات في العبيد قيمتهم، لا إلا إذا إذا إلا 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 إذا زادت قيمتهم عن قيمة الحر فلا يزادون عليها. وبعض العلماء قال أرشهم ودياتهم قيمتهم قلت أو كثرت ولو زادت على إيش؟ على دية الحر. واضحة؟ والأرش والديات في العبيد إن جني عليهم فاعتبره بالقيم. البيت لمن؟ نعم، الشيخ خلفان بن مية السابي في ميمية الدماء. نعم، واضحة؟ نعم. ذكرت المسائل في 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 كفارة القتل. وما لقاتل هنا إطعام، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن الرقبة يصوم شهرين لما قد ركبه. إنزين. وتلزم المخطئ دون العمد، فالعمد فيه قود للحد. وبعد ذلك قال وقاتل العبد عليه غرمه فقط والتكفير لا يلزمه. وقيل عن عزان نقل الصقر بأنه التكفير فيه يجري. نعم. باقي في 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 كفارة القتل مسألة واحدة نكملها. وما على من قتل الذمية كفارة إذ لم يكن تقيا. وما على من قتل الذمية كفارة وما على من قتل الذمية كفارة إذ لم يكن تقيا. ها معنى أن من قتل ذمي يعني مشرك معاهد ما أخذ ذمة من المسلمين وعهد ما إلى دية ما إلى كفارة، ليس على من قتله كفارة. هذا بعض العلماء يقول. وبعض العلماء يقول له من قتل ذنبيا فعليه الكفارة. وش الدليل؟ دليل القائلين بلزوم الكفارة. دليل القائلين بلزوم الكفارة قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إيش؟ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ما كذلك؟ طيب كيف إيش وجه القول بأن من قتل الذمي ليس عليه كفارة؟ وجه القول بأن ليس عليه كفارة قالوا هناك هذا ومن قتل وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية. إذا كان مؤمنا، إذا كان المقتول مؤمنا
وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم بينك وبينهم ميثاق فرية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. واضح المسألة؟ أقول من قتل ذميا معاهدا، من قتل مشركا له ذمة مع المسلمين وعهد، هل عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ قيل ايش قلنا هنا؟ وليس عليه كفارة، وهذا قول الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه. نعم. وقيل عليه الكفارة، دليل قائلين بلزوم الكفارة واضح ما واضح؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. طيب القائلون بأنه ليس عليه كفارة، إيش قالوا؟ قالوا هذا إذا كان مؤمنا تقرير، وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو تقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولية مسلمة إلى أهله. واضحة؟ نعم. حيث عندك مسائل متعددة نناقشكم فيها إن شاء الله في الأسبوع الآتي. شوف عدة مسائل، وقات أول أبيات إيش؟ وما لقاتل هنا يطعام، نعم، وما لقاتل هنا يطعام، لكنه العتق أو الصيام، وذاك إن لم يجدن رقبة يصوم شهرين لما قد ركبه، وتلزم المخطئ دون العمد. فالعمد ألا فدلوا على هذا الغير من عرفتم، من عرفتم، والله الهادي إلى سواء السبيل. للتواصل 9551 00 255 و 9 8 1 7 7 7 8 9